السلام مكتوب عليك حكم القدر تفرج جناحك السلام وتوسط موت السفر زي نجمة في قلب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا يا كريم. اللهم ادخلنا الجنة يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة. آمين.
العالمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الكريم الرحيم يا الله يا الله. حرم جمعني يا ثقيل، الله يقبل مننا يا اخوي، سويناه كثير، لا برضى الله لا برضى الرسول، الله يتوب علينا. ساكت، عملنا جرائم صعبه خلاص، ضوقنا خلق الله المره، غلطنا غلط كبير، الله يقبل لنا. ساكت يا ثقيل، رب غفور رحيم. بعدين يا اخي ما تعذب نفسك كثير كده يا اخي. ضميري تعبني يا ثقيل يا اخي، ضميري تعبني تعب شديد خلاص. يا اخي نحن سوينا ما هين يا اخي، قلع ونهب وسرقه وارهاب ورعب، اذى جسيم وبلاوي ما يعلم بها الا الله. الله يغفر لنا. ساكت يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم واتوب اليه الكريم. استغفر الله. كلنا مشينا في نفس السكه، بارينا طريق الشيطان. استغفر الله. استغفر الله. الله يغفر لنا يا اخي. استغفر الله. استغفر الله. فات ال 50 سنة، أكثر من ثلاث أرباع في السنين. الساحل ذاتهم بقوا ما بيعرفون. أنا ذاتهم بقيت ما بعرف أشكالهم، ما بعرف. والله العظيم يا ثقيل ما في أي زول بيزورني إلا مريم أختي، مرة مرة كده بتجيني مخصوص من الخرطوم. شوف الحالة اللي علينا كيف نحن. ده كويس. ده كويس. أختك مريم وأهلك كلهم بيزوروك، لكن أنا أكثر من 10 سنة ما كنت زور من هذا. تصور. الله ينزلنا الصبر يا أخي. أنت قدرنا ومصيرنا. ما قربت تخلص يا بطل؟ قربت يا مرحوم، قربت. والله والله وما طالبنا حليفة يا ضبة. سيادة المقدم قال عربيته دي ما عايز أي زول غيرك يخد في يده. ليه حق؟ أنت ما هين. العربية تكون عطلانة ملجنة، خدت يدك فيها تبقى زي العروس. لكن بقول لك شنو؟ نعم. عليك الله خف شوية لأنه سيادة المقدم طالع. حاضر حاضر. هاي عليك. هوا هوا خلاص قربت أنا. ما في مشكلة. يلا دورت. ايوه يا ثقيل، حديد عاد انت ما بتنجم وجد.
يلا يا كريم انت في الحديد يا ثقيل ولا في اهلنا يا اخي سببنا لهم العار؟ اهلنا كرهونا وعملنا لهم عمايل ما ترضي الله ولا ترضي الرسول، اجرمنا وعملنا حياه صعبه جدا. الله يرمونا يرمونا؟ لا ما معقول، دموا لحم يرمونا ما يرمونا. احسن نبعد منهم، احسن نبعد منهم يا ثقيل، لانه نحن بنحرجهم. نحن اجرمنا عملنا حاجات لا بترضي الله لا بترضي الرسول، نبعد منهم عشان ما نحرجهم وندخلهم في مضافرهم يا ثقيل يا اخي، نشق طريقنا برانا يا اخي. ربك غفور رحيم يا ثقيل، ما هو حسي نحن تبنا واستغفرنا وبكره نطلع من السجن والحاجات دي كلها نخليها ورانا، وهو انت حسي لقى غير الصلاه والعباده ما عندك شيء، حتى بقيت امام جامع. سوري يا ثقيل، حتى اهلي نسيته، ما بتذكر فيهم تسوري اللي كبار، خالات والعمات وكذا، لكن تاني ما بتذكر اي حاجه. ختامنا يا ربي اولادك وكيف؟ اتذكر كان عندها ولد وبنت، كنت بلعب معاه ونواجب لهم الحلاوه واحبهم حب ما عادي. يا ربي الواد اسمه منو؟ الواد اسمه ايوه عادل. البيت اسمه منو يا الله؟ البيت اسمه رشا، بقت عروسه حسي. يا ربي حسي امه كيف؟ لا من ناحيه شياكه، شياكه خالص. بس حالك يا ولد ايه ده؟ تسمحي حضرة المحامي الظريف الوجيه انك تقوم تاخذني معك بالعربية تنزلني في الجامعة؟ ما في طريقة. ما في طريقة ليه؟ ما في سكتك. سكتي؟ ومنو اللي قال كده؟ أول حاجة سكتي بوين وأنت بوين؟ أنا ماشي المحكمة فاضل لي ربع ساعة بس للجلسة وأنت ماشي كل التطبيق، ما في طريقة. الناس أهون عليك، أختك تشعلك بالمواصلات؟ ما تشعلك. أنت كده وصلني وبعدك بقول لك في السكة داليا قالت عليك شنو؟ داليا شنو؟ قالت شنو عنك؟ اسمع يا رشا، لا بيهمني راي داليا ولا عايز اسمع. اها ايش رايك؟ انت شنو حكايتك اصلو؟ عربيتك دي مش بتاعت بابا؟ بتاعت ابويا يعني. لكن لا بتركبي فيها ولا بتخطي فيها رجلك، امشي شوف لك مواصلات تشعلك فيها. يا اخي بنهزر معاك يا اخي. تهزري؟ انت زعلتك؟ قول لي وين عطفك وينه؟ ايوه برضه شوف لك مواصلات. عادل دقيقة عادل يا اخي، ما تبقى صغير عليك، الله ما تبقى صغير. نعم يا امي. ايوه المعيد جات خلاص. خلاص يا ولدي بعافيتك ان شاء الله تمشي بالسلام ان شاء الله. امي افطر بلاي ضروري تفطر جدا. هاي اسمعي شنو؟ شوفي لنا حاجه كده. يا سلام، يعني غلطت كوني ناديتك؟ كوني قلت لك يا عادل تعالى انا بقول لك مع السلامه. اشوف لك حاجه لمتين يا ودي تاني. احنا مش خلاص خرجناك من الجامعه ومش شغلناك في مكتب اكبر محامي في البلد؟ تعالى اديك قروش عليك يا امي. يا دوب محامي تحت التمرين ولا خلاص؟ عايزين ترفع يدنكم من اول ايام. ما تستعجل اصبر لنا حبه كده. شوف الحركه يا ماما، شوف 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 العقرب بتاعي. حركه يا ماما سريع. انا شوف ذاتي عندي كم احتمال ما يكون عندي ولا حاجه. شايف بدافع عنك كيف؟ ما تستاهل برضو ما بوصلك يا اخي. ما ممكن. بعدين حتديك مبلغ محترم من متاكده، واحد زيك واكبر مقاول في البلد لازم يسهر بمظهر شيك يعني. مهما تعملي برضو ما حوصل. انا تبت لا 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 لا
زادت الحلوة هذا أضرب. أنا تعبان شديد يا أخي، تعبان شديد يا أخي. يا بطل أنا برجعك كرم ذلك فردان شايف تبرد من أمي. أرقد 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 كنت بالملاريا الملعونة. لا غطيني غطيني بطانية، غطيني بمشمع، بأي حاجة غطيني. انت لسه تعيد نفسك، لسه تعيد نفسك يا ضبط. فاية يا أخي. أنا تعبان شديد، تعبان شديد. كلام دعيبا ما قادر ارتاح، ما قادر ارتاح. كده نوم 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 نوم. كيف احسن اصحى؟ انا صاحي بتعذب، نايم بتعذب، ما حقدر انوم. لا ما شوي ما شوي. خليني يا اخي، خليني اقوم اشوف هوا يا اخي، خليني اقوم اشوف هوا يا اخي. بابا بابا يعني لحد ما نشوف لهم طريق. انت كم ماسه العربيه عندك ما تديها لهم؟ هديها لي يا عباس يا اخوي عليك. طيب لما نشوف بالمناسبه عيونك دي مالها؟ مالها؟ ما في حاجه، بس زي ما شايفه انا بخرت الاوضه فدخان، انت عارف انا عندي الحساسيه. لا كنت بتبكي، انا فاهمك كويس. ابكي انا؟ ابكي ليش؟ قلبي بكيني شو كمان؟ ضروري تكون تذكرت الزفت ده. أنا ما عارف أنت ليش شاغلة نفسك بواحد زي ده، ده وصمت عارفة يجي من أسرته، ده بني آدم ده. ما تذكرته والله يا عباس. على العموم شوفي، البني آدم ده لو جه البيت تاني ما يعتبه ولا يدخل فيه ولا يرد على وشنا، الكلام ده مفهوم؟ عظيم ضمير، عظيم أخلاق. أضبط. أيوه جنابك. عندك زيارة؟ زيارة لينا جنابه؟ هاي ليك انت في ضبة غيرك؟ يمه كويس جدا يا جنابه. دي تعرف يا تقيت تكون مريم اختي اصلا زول بيزورني غيرها ما في. الله يكثر خير يا اخي. يلا تتلتل تجي من الخرطوم عشان تزورك في سجن مدني. الله يفتح عليك. والله ما قصرت يا اخي. خلوه يخش.
الله يبارك فيك. شد حالك. انت كمان كيف حالك؟ انت ان شاء الله كويسه؟ الله يسلمك يا حبيبي. عمنا واولادك كيف ان شاء الله؟ كويسين كويسين عمنا واولادك؟ بيسلم عليك يا غالي. عادل ورشا كيف؟ عاملين كيف؟ والله انا بتسلم عليك. الله يسلمك. عادل بقم خام. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ورشا عامله كيف؟ رشا مش في كلية الطب دكتورة يعني؟ ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. ما تستاهل يا أخوي. ما عليش قسمت لك إذا تستاهل الحال عليك يا والدبي. لكن القسمة والإرادة يا أخوي. القسمة يا والدبي. تاني ما تجي دردو طويل ما تدعي له. تعال لازم أجيك يا أخوي. حسي قوم مش ارتاح يا أخوي. لا يا أخوي إن شاء الله. بس انت يا أخوي حالك الصلاة إن شاء الله. أنا أي شيء تبت لوجه الله تعالى. الحمد لك يا الله. ما عندي أي حاجة غير العبادة. يا أخوي كفاك. الحمد لله. كفاك السكة دي كفاية. حياة تشمي يا أخوي. الله يديك العافية. أنت ما أصيلة يا مريم. يا أخوي. كذلك كذلك سبب. حبيبي يا أخوي عليك الله كيف أنا ما مشغولة عليك يا والدبي. أنا ما مشغولة عليك يا غالي. الله يديك العافية. كفاك أخوي يا غالي. والدبي يا أخوي أنت ما تستاهل يا غالي. ما تستاهل المزادة، ما تستاهل التلتلة دي. المكتوبة لازم تحصل يا أخوي. المكتوبة لازم ما في منها مفر أبدا. الله يلازم كلها بتزال منك يا خالي. سلمنا الله. لك شنو والدمي. لك الله يا خالي. أمسك ده يا خالي. خالي الوسيطة والدمي. أنت ما أخوي والحشاي. أنت خالي قومي شنو قومي. أنا مرة بيدا يا خالي. الله يبيك العالم. شد حالي. قومي شد حالك وراح تحلو الوصول. كل يا خالد يا أخوي ما تستاهل ما تستاهل الدردرة ما تستاهل الشكاوى يا أخوي. ما في عوية شد حالك كله مكتوب ومسطر. أرجلة كيف أحوالك؟ جبت لك المعدوم من سوق الخرطوم وانت من دربك ده متحوم ارقد وتنوم بس. ما تقول لي جبت لي الكربريتر. معقول انت تطلب حاجة ونحن نتأخر؟ ما بطل جديد. جديد كرت لطشته من وين ده يا شقي؟ نحن لو نطير ما بيقلبنا يا الراجل الطلب ويجي بعدين ونقول له طلبك موجود. طلبه موجود ما بس ينفعنا كويس. لا 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 ما تخاف حقك محفوظ. طب ما في منه اخبار؟ آخ جا واحد زول قال شافه في سجن مدني قبل كم يوم كده. ضب كتلني فيه يا أخي. والله العظيم ضب مجنون فقري قلبه حديد ما بيخاف. ضب في كان ده حالنا يا أخي. من ما ضب دخل السجن نحن رأسنا انقطع وتجهجهنا. لا تخاف ضب مبروك ونرجع زي زمان. وقول لها خليك يا ما جاك بلع. يوهو انا حشرب لك شاي طوالي شاي. ها سبع ولا ضبع يا كرنف؟ لحد هسه الضبع يا ريس. ما تقنع منها يا اخو شوف لك حاجه غيرها الا العربيه دي يا ريس. داخله مزاجي ولو ما شلتها ابقى انا ما كرناف. قلت سيدي حريص وعامل حسابه لكن لابد يوم يغفل. انا ما عايز غير خمسة دقائق بعد ذاك
حيشوف. كرناف. بس اوعك تغلط وتجيب على هنا. معقول؟ معقول يا ريس؟ معقول انا اغلط الغلطة دي؟ ما كفاية الزر اللي زريناه زمان. فرتقة غادي غادي. ايوة. تجيب لي هنا كمونية خرطة. هسا عضب يمرق من السجن ونرجع زي ما كنا زمان. ضب لو طلع ما خلاص المشاكل كلها حتنتهي، القروش حتجي في يدينا زي الرز. يا الله تذكر ايام زمان يا ريس. هي ما راحت من بالي يا اخي، انا بنساها. ضب دما. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا يا كريم. اللهم ادخلنا الجنة يا كريم. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتحة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ عبيد؟ علي عادي. كيف حالك؟ كيف أقعد؟ شكرا. زي الحال. الحمد لله. وصلنا أخبارك. قالوا لي كانت جلسة مشهودة في المحكمة. فعلا والله. برافو يا عادل. الله يخليك، تلميذك يا استاذ. ما خيبت ظني. الله يخليك، أنا انتهزت فرصة تضارب أول الشاهد الثاني، وضربت في الوتر ده. الجماعة ما ركزوا معي. في النهاية الحقيقة انكشفت والقضية جات لصالحنا. الحكم صدر؟ لا لسه، لكن عندنا جلسة الأسبوع الجاي. تقريبا القضية اتحسمت لصالح موكلنا. لو شفت فرحان كيف يا أستاذ عبيد؟ ما مصدق أبدا. ليه حق يفرح؟ حيقبض له مبلغ ما كان بيحلم به، وفقد فيه الأمل. لو سمحت لي يا استاذ عبيد، بس انا يعني لو سمحت لي اني طلب صغيروني كده. تفضل يا ابني. استاذ عبيد، انا عايزك تجربني في قضايا كبيره، يعني قضايا اكبر من قضايا الشيكات والعقارات والحياة دي. لو سمحت لي انا شايف انها قضايا صغيره كده، تاكد اني ما حخذ لك ابدا. خطوه خطوه يا ابني، ما تستعجل. انت فعلا اثبتت وجودك في عالم المحاماه، لكن نصيحتي لك واحده واحده. جدا يا استاذ عبيد، ما في اي مانع. هل والد كيف؟ كويس خالص. انا نسيت اقول لك انه بسلم عليك. والله تلخمت مع القضايا. بسلم عليك سلام كثير جدا بالمناسبه. بلغوا تحياتي وقول له اظهر وبان عليك الامان. ولقيتي كيف يا مريم؟ يخت عليك الرسول. والله صحته نازله شويه. كر عليه. لكن طيب. كر عليه. وما قال لي خلاص قربوا يفكوه؟ ما جاب لي سيره. لكن بسال منكم واحد واحد، وخصوصا عادي برشا. كر علي يا أخوي، كر علي يا خالد. والله قال ما مشتهي شي في الدنيا إلا يشوفهم بيه وقدر شنو. ما قلت ده عادل بقى راجل ورشد حالات بقى العروس. كلمته مسكين الله يهون عليهم، التلتر البهدل في الدنيا دي. كر عليك يا خالد. لكن قسمه وإرادة. كر عليك يا أخوي، كن عليك يا أخوي. الله يفرج عليك. قبيل شايف الجماعة طالعين ماشيين العيادة، ما مشيت معهم ولا؟ غير رأيي يا أخي، ما مشيت. يا أخي ما كان تمشي معهم يا، كان تمشي تكشف يا. انت اليومين ده صحتك ما تمام، بعدين عيونك ذاتك كده يعني ما عجباني. انا قبل بالمره كده يعني تشوف الشارع ذاته. الشارع ده تقول يا اول ما عقدني يا اخي، الشارع ده ذاته اللي مخوفني انا. بقيت تتعقد من الناس؟ يا اخي انا اجي مارد العالم تجيب خلق الله تقول لك يا هو ضبه. كلهم ياشروا لي يا هو ضبه يا هو ضبه يا هو ضبه، عشان كده انا ما مارد يا اخي. ما تتعقد ساكت يا اخي. او كلنا غلطنا. وهو بندفع من الثمن، وبكرة بنطلع من السجن وبنمشي لأي زول نحن قدطنا معاه ونعتذر له ونبوس راسه. أها تاني شنو؟ أنا خايف، خايف يا تقيل. ضبط بخاف كمان؟ هل ما يفكوك من السجن حتعمل شنو؟ ما هو ده المجن اللي مخوفني. ما أنا تعرف، خلي بالك والله مركز السجن دي ما دايرة كله أخي. اللي هنا يا أخي من خلق الله برا ما بريحونا يا أخي. يا ضبط نحن تبنا خلاص، حين نتهدى خلنا نرجع لهنا ونمسك الدرب العديل.
بابا انت هنا وانا قالب عليك الواطه كلها. ايوه يا جناب. قوم قوم حرك سريع سياره المقدم عاوزه. سامح يمكن خبر سامح. سامح وين يا طويل يا اخي؟ الله يسامح ده احنا نسيناه كله كله، الفرح مات فينا كله كله. يلا يا بابا. شنو جنابك؟ إفراج. ها؟ حيتم الإفراج عنك ومعك مجموعة ثانية من السجناء بمناسبة العيد الوطني للبلاد بعد ما قضيت نص المدة. يعني أنا طالع من السجن؟ بعد أسبوع بالكثير حتكون حر طليل. الرئاسة طلبت ترشح لها أسماء بعض السجناء، فأنا اخترتك أنت أول واحد لأنك كنت مثالي ومنضبط طوال المدة الفاتت. ها؟ مبسوط؟ والله أقول لك شنو جنابك بس يعني الحقيقة أنا استدعيتك عشان أقول لك كلمتين. نعم. أنت يا خالد مشيت في سكة غلط لغاية ما بقيت واحد من أخطر المجرمين. لما تجي سيرتك الناس كلها تستعيذ بالله منك. تقدر تقول لي وصلت وين؟ والله ما وصلت لأي شيء جنابك. متردد سجون. أكثر من نص عمرك قضيته جوا السجن. ضيعت على نفسك وعلى أسرتك. أنا أوعدك جنابك بعد ما أمرق من السجن ده حكون زول تاني. ما حعمل أي جرائم تاني. يا ريت تقدر تلتزم بالكلام ده يا طبا. ان شاء الله. ما تنسى يا اخي ان اسرتك اسره معروفه وكبيره ولها مكانتك في المجتمع. انت ما قصرت. سببت لهم كثير من الحرج والعار ولوثت سمعتهم. لا انا حكون زول ثاني ان شاء الله. جميل. ونحن من جانبنا ممكن نساعدك. خصوصا انت تعلمت معانا هنا الميكانيكا والحداده والنجاره. نعم. يعني ممكن نزعه في انك تلقى لك كشك ولا رخصه دكان. كتر خيركم ما قصرت. اهم شيء ما دارين اشوفك هنا ثاني. لا ما بشوفني ثاني ان شاء الله. بس في حاجه مهمه دارك تخطها ببالك. نعم. المجتمع برا ما حيرحمك. ما حيتقبلك بسهوله. حيرفضك وحينبذك او حتى يأس وتستسلم للهزيمه. قاوم واستعين بالله وحتنتصر في النهايه. ان شاء الله. ربنا معك. ان شاء الله. شكرا جناب. تفضل. كتر خيرك. شكرا جناب. طيب يا خالد. الله يبارك فيك. نفس الحكاية يا عادل. أمي فاتحة الدولاب ومطلعة صورة خالي خالد تعايلها وتبكي. هسي دي؟ لسه في أوضتها. الغريبة يا عادل سيرته ممنوعة منع بات من البيت ده. يعني لو غلطت ساعة وجبت سيرته وقيامة تقوم. خلاص أبوي سيرة خالد عنده من الممنوعات خالص. عارف الموضوع ده فيه غموض كده. لكن يا ربي هسي هو حاله كيف؟ بيكون حي ولا ميت ولا حاصل ليشنا؟ أنا بتذكر شفته زمان وأنا صغير لكن ما بتذكر ملامحه كويس. بتذكره إنه آخر مرة شفته فيها أبوي كورك فيه كوارك شديدة جدا وبعد ذاك طلع ما شفته تاني. في حاجة مريبة في الموضوع ده لكن هي شنو؟ ما معروف. اللي كنت خايف منه أنا أتقل إني أمره بره ده اللي انا كنت خايف منه. تمام. جمد قلبك جمد قلبك يا واحد. بعد التوبه ثاني في شو؟
اواجه الناس كيف يا اخي؟ هيقبلوني ولا لا؟ هيقابلوني اعمل شنو؟ ما اعرف اللي اسويه وشنو انا. رب الغفور الرحيم. الله يهون القواس. شعور غريب عمري ما شعرت به. شعور غريب بينخر في عظامي بعذبني بمزغني ثقيل يا اخي. ارقد والله يحلي لك يا عادل يا ولدي، والله مشتاق ليه. والله بالاكتر يا خاله، ما كان في داعي للتعب يا خاله. طولت من تعبك راحه يا ولدي. الله طولت مني والله العظيم. والله الشغل بس يا خاله. حلو مر حلو مر عندي لك من رمضان الفاتح. يا سلام عليك يا خاله، دائما بتعرفين عايش. عفار بتريدوا. الله يخليك. شكرا لك يا خاله. كيف احوالك؟ الحمد لله. جميل. تسلم يدك يا خاله. سر انت من كل بلا يا ابوي. ما شاء الله يا عادل، صلى على النبي ما يسحروا. الله يخليك يا خاله. دائما ما مقصر مع خالتك. اقصر كيف يا خاله؟ اقصر كيف؟ تعرف يا خاله انا لو لي مراد اجيك كل يوم، وفي اليوم اجيك مرتين كمان، ايه رايك؟ انت ونسيك بالدنيا يا خاله يا اخي. عرفاك من صغير، انا ما شايلاكم ربيك في ديري ديل. الله يخليك يا خاله. عرفاك من زمان كما حجتك ما بتنوم. هسه كل ما مره انت بتجيني هنا. ايوه عرفاك بتريد احكي لك ايام جهلتك وصغرتك. لكن والله يا عادل يا ولدي. ايوه كان طبعك شيء كنت ابكى. اي الا لا معقول يا خاله بس؟ لا هسه حصلت على النبي. هسه بقى ما في مشكله. هسه بقيت راجل يا ولدي. يا خاله معلش، انا عارفه السيره دي بتزهجك وعارفه بتعكر عليك مزاجك، لكن انا ما عندي زور غيرك اسال. مالك يا عادل يا ولدي؟ انا بتكون عرفتي انا عايز اسال من شو. عرفتك ده تسال من خالك. ايوه السيره دي. لا لكن ما معقول يا خاله، ما معقول يكون اننا خاله ما عارفين الحاصل عليه شنو، ولا عارفين انه حي ولا ميت حتى. انساه نهائيا، شيله من بالك، اعتبره ما موجود. اعتبره ما موجود كيف؟ هو موجود. ومن قال لك موجود؟ ما يمكن مات وشبع موت. طيب ما تقولي لي الحقيقه انت يا خاله. عادل خصمتك بالرسول. اسيري دي ما تجيب لي. يا خالة خالتي أنا آسف. خلاص خالة معلش يا خالة معلش. خلاص خالة أنا ما قصد يا خالة. خالتي أنا آسف. أقعد يا خالة. يا خالة ما قلت آسف خلاص؟ نسيت قبل شيء ما كنت عادل حبيبك يا خالة. أنا آسف يا خالة. يا خالة ما قلنا معلش خلاص. يا ولدي اسمع كلام خالتك، بتريدك وبتعزك وما بتخد أي زر في محلك يا ولدي. سيرة خالك دي والله ما تطلع يا غادي، ما تطلع. اسمع نصيحتي يا ولدي، انت عندك خالين بس، خالين بس، عوض حسين، حسين مسافر برا في الخارج، ما عندك غير ثاني خال. سامح يا خالي. Yeah.
وامشك. الوزير خالد. مرحبا. ازيك يا خالد؟ السلام عليكم ورحمة الله. كتر عينيك. خالد اسماعيل جيب الله. حكمك بدأين؟ اتحكمت بين؟ حكمت في محكمة الدرمان وسط. مدة الحكم كم؟ 10 سنوات. بدأت اين حكمك؟ ما هي جنابك المسألة ما جات في راسنا يعني رأيكم كده معانا التاريخ. جاهز لإطلاق سراحك الليلة؟ إن شاء الله. طبعا خلاص الليله حيتم اطلاق سراحك وحتمشي مع مرحوم تتم باقي اجراءاتك وتسلم عقدتك وحنشوفك بعد ما تغيب هدومك قبل تجينا زول تاني. طيب ان شاء الله. الله يكرمك. طيب بارك الله فيك. طيب خالد بالتوفيق يا اخي. الله يوفقك. ربنا معك يا اخي. جزاكم الله خير. تفضل. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا اخي.